طيب خلينا نبدأ النهاردة التاسعة ونروح للبنك المركزي. أعلن البنك المركزي إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك. يعني بمعنى إيه؟ إنه كان في حدود وتم إلغائها. تعالوا نشوف الحدود إيه. طبعا ده مش بس في الفروع البنوك ولكن ماكينات الصرافة الآلي. أولا زيادة الحد الأقصى اليومي، يعني بمعنى إيه؟ يعني حضرتك مثلا عايز تشتري حاجة فالحد الأقصى اللي كان لعمليات السحب للأفراد زاد، يعني ما كان بقى أكتر من الأول. الشركات كمان من فروع البنوك من 50,000 كان ما تقدرش تصرف تشيك يعني أكتر من 50,000 كشركة، دلوقتي لحد 150,000، مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف بواقع 20,000 جنيه مصري، وده طبعا من الكارت بتاعك سواء من الحساب أو بطاقة الائتمان. خلينا ناخد كده مداخلة ونعرف مزيد من التفاصيل على تحرك البنك المركزي لهذه النقطة تحديدا. دكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي، مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا أستاذ شوقي، أهلا بك. أهلا بحضرتك. يعني عايزين نعرف هذا التحرك من البنك المركزي ما هو مفاده؟ تمام، هو كان في بداية الأمر عندما تم تحجيم بمعنى صح عمليات السحب في حدود 50,000 يوميا، ده كان أحد الإجراءات الاحترازية التي قامت بها السياسة النقدية لمواجهة طبعا أزمة فيروس كورونا. إنما دلوقتي بعد ما ابتدت الآثار السلبية يعني تقل قليلا فيما يخص ازمه كورونا، ابتدى لجنه البنك المركزي كسياسه نقديه يبتدي يحرر شويه الموضوع، فابتدى يرفع معدلات الصرف لبعض الفئات زي الافراد والشركات ل 150,000. طب هو ايه الهدف؟ الهدف بالظبط ان احنا كان بعض المؤسسات اللي بتعمل في الاقتصاد يعني المستوردين وغيرهم واللي بيحتاجوا سيوله كانوا في برضو بعض الاشكاليات في حدود السحب، فابتدى يفتح شويه الموضوع، واحنا اكدنا في البدايه ان هو ده بعد زوال الازمه. الفكره كلها كمان ان من ضمن القرار ان هو قال عمليات الايداع من خلال ماكينات الصراف الالي كانت لحد 20,000 جنيه، دلوقتي بقت بدون حد اقصى، ابتدت تزيد اكتر، وبالتالي ده هيستقطب المبلغ. يعني خلينا عند النقطه دي كده نقول انه اللي عايز يودع اي مبلغ عنده موجود سواء شركه او افراد يقدر يودع بدون حد اقصى، يعني ما بقاش في حد حقيقي دلوقتي، وكمان ده هيوفر لهم عنصر امان. انت لو معاك سيوله جات لك من اي عمليه بتتممها دلوقتي ومش قادر تدخلها البنك، لا حضرتك كان الاول 20,000 اللي على الماكينه، دلوقتي تقدر تخش على اي ماكينه صراف اني في حسابك تودعها والماكينه هتقبلها من حضرتك. يعني ماكينات كمان الايداع هتقبل اكتر من ال 20,000 اللي كان بيتم ايداعه. تمام، ده طبقا للتعليمات اليوم. تمام. بالنسبه كمان يعني هل دي يعني نقدر نقول ان هو تحرك اقتصادي او يعني هيساعد الناس والشركات افضل، يعني بالذات الشركات تحديدا اللي بيشتغلوا في مجال التجاره والاعمال؟ طبيعي طبعا، طبيعي يا فندم، هيساعد الشركات بشكل اكبر، ان في بعض الشركات بتحتاج الى سيوله في معاملاتها اليوميه، مش كل الامور بتتم، ان زي ما حضرتك اوضحتي في بعض الشركات لما بيجي يصرف الشيك ب 100,000 ما يقدرش يصرف ال 100,000. ايوه، لازم ياخد اذن من المركزي وهو واقف في البنك، يدخل جوه حسابه، او بعد ما يدخل جوه حسابه يبتدي يحولهم. طب انت عايز تيسر الامور، واحنا اكدنا برضو وقلنا ان خلاص الازمه بتاعت كوفيد 19 ابتدت خلاص تقل اثرها، فبالتالي ابتدى يحصل تحريك للسيوله، لان احنا عندنا معدلات السيوله اللي موجوده داخل القطاع المصرفي بالعمله المحليه 44.7%، وعندنا سيوله بالعمله الاجنبيه داخل القطاع المصرفي بنتكلم في 74.6%، فبالتالي احنا نقدر نتحرك شويه ونرفع سقف السحب، وهو رفعه 150 ما فتحوش قوي في الايداع، لان احنا برضو حاليا بنمر بازمه اخرى. طبعا حضرتك اوضحتي في البدايه برضو موضوع ان احنا ما زلنا يعني بندير امور مصاريفنا الشهريه، وده امر ضروري جدا في الفتره الحاليه، ان احنا عندنا ازمه في ارتفاع اسعار البنزين، وطبعا التضخم العالمي اللي موجود اللي كل الدول والبنوك المركزيه بتواجه فيه من خلال طبعا اسعار الفائده، وكان من يعني من القرارات اللي اتخذها البنك المركزي في اجتماع لجنه السياسات النقديه الماضيه ان هو حافظ على اسعار الفائده دون زياده، وده كان بدوره طبعا بيساهم في يعني توجهات الدوله ان هي تحقق معدلات النمو المطلوبه في القطاعات الاقتصاديه، بالاضافه ان هو يحافظ على عدم زياده اعباء الدين الموجوده حاليا في الاقتصاد المصري، فضلا على ان احنا في نفس التوقيت احنا السياسه النقديه دورها هنا مع ارتفاع التكاليف، ازمه ارتفاع التكاليف وازمه المعروض، ما بتكونش ادوات السياسه النقديه
ذات اثرا كبيرا. هناك واضح قرارات الفدرال الامريكي بيزود في معدلات الفائده، طب التضخم اخباره ايه؟ بيرتفع. صحيح، عموما واضح جدا، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل دكتور احمد شوقي الخبير الاقتصادي. زي ما قلت لحضراتكم احنا امام، هتلاقي كل فتره بيبقى في بعض الاشياء اللي هي كمان يعني يبقى متابعه للوضع الاقتصادي اللي احنا موجودين عليه، مش بس احنا لكن كمان انت بالتوازي بتشوف الوضع الاقتصادي العالمي، لان احنا في النهايه دايره واحده، العالم كله اصبح دايره واحده.